موسم جديد، بداية جديدة، روح جديدة، وانترو جديد. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين كلشي مزيان؟ ايوا الحمد لله داكشي اللي بغينا. واخيرا بدايه الموسم الجديد اللي كنتسناوه بفارغ الصبر كامل الفراغ. كوير عليك انا متكور كاين هذا الموسم اللي جا تغيير جذري في الراجا، تغيير في الاداره، مدرب ولاعبين. الرجل الاول اللي قاد هذه الثوره هو الرئيس عزيز البدراوي، اللي من النهار اللي تعلن فيه رئيس الراجا ما بخلش على الراجا لا بفلوس ولا بجود ولا حتى قطره ديال العرق. صيفط مدرب كسول وجاب مدرب باسم يليق بتاريخ الراجا وحتى باسلوب لعب الراجا اللي هو الضريبه، هذا الاسلوب اللي تمسخ في الاعوام الاخرى. صيفط اشبه اللاعبين اللي كانوا كيشكلوا عاله على الفرقه وجاب بلاصهم انتدابات في كاع مراكز الخصائص اللي طالبنا بهم. صحيح كانوا اخطاء من البدراوي، ولكن باش عجبني انه ديما حل ودني، كيسمع الجمهور وكيستافد من الاراء والانتقادات ديالنا وكيطبقهم وكيصحح الاخطاء ديالو. حل بزاف ديال الديون اللي خلاوهم الاقزام والمستحقات العالقه ديال بعض اللعابه، وهذا الشيء اللي كيتحسب ليه. سينا مع شركه اصليه ديال الحوايج وعقد شراكه مع مستشار كبير، نقل وزيز من بعض الميكروبات اللي كانوا كيلعبوا ورا الكواليس، وعد يجيب حافله وسياره اسعاف خاصه بالفرقه وطبق الوعد ديالو، وحتى انه خدام يجيب حافله كبيره بمواصفات عصريه. وجد الاكاديميه، خرج لي كارد ابونمون للجمهور، وخدام على محل راجا شوب فين غيتباعوا الحوايج ديال الراجا، وزيد وزيد. خلاصه القول، هذا السيد كيف ما تقاتل معانا حتى حنا غادي نتقاتلوا معاه، وكيف ما وقف معانا في الشده حتى حنا غنوقفوا معاه في الشده والفرحه. وشكرا لماتش واتزم اللي كان نقطه تحول في طريق الراجا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المهم بعد الموسم التحضيري جاء اخيرا اول ماتش رسمي، اول ماتش لينا في البطوله، اول ماتش لينا في دونور. جوج حوايج ضروريين من جانب اللعابه ومن جانب الجمهور. من جانب اللعابه لا بديل على ثلاثه نقاط، ما يهمنا حتى واحد من غير ما تهمنا فرقتنا، ما خصناش نضيعوا حتى شي نقطه، لا مجال للسذاجه والتخاذل، غير تقاتلوا معانا وفرجونا وفرحونا وتهناو من جهتنا، حنا وراكم بكل اشكال الدعم والتشجيع. من جانبنا حنا الجمهور اول حاجه بغينا تشجيع نقي وحضاري، ما بغينا لا تشيير لا والو، ليله شي حاجه غادي تباع، وما بغينا لا مضاربات لا شغب لا والو. صافي بارك علينا، شبعنا وكلوات وتوقيفات، ما فين اللي يسمع شي وكلو او ثاني. الفرقه محتاجه لينا هاد العام، ونصف الجمهور داير لي كارت، دونك اي تصرف ماشي حتى لهيه والله يحفظ كان شي وكلو، راه حنا اكثر وحدين اللي متضررين. ثاني حاجه بغينا تيران يدور بالخضر، عيب واحد يجي لابس البيض ولا الزرق ولا الصفر. عندك توني دار راجا بيض وتريكو عادي خضر، لبس تريكو الخضر، اللهم الخضر ولا البيض. بغينا تيران كامل يدور خضر كيضر في العينين. فاش كلشي كيلبس لون موحد راه ما يمكنش واحد المنظر كيبان في التيران بحال شي لوحه فنيه. الا عندك شي صاحبك غادي للتيران بارطاجي معاه هذا الفيديو باش حتى هو يجي لابس الخضر. وكيف ما ندخلوا للتيران بنظام نخرجوا بنظام، ما نكونوش بحال بنادم اللي كيجي للتيران باش يتضارب ولا ينوض الصداع. نتمنى تكون الرساله وصلت. الماتش غادي يلعبوا فيه الراجا بواحد توني مؤقت مصايبه الراجا، حيت باقي ما وصلاتش الدفعه الكامله من الشركه اللي سينات مع الراجا، وصلت غير الدفعه الاولى، ما جاتش يلعبوا به وباقي ما داروش ليه التقديم. التقديم غادي يكون غالبا السيمانه الجايه بين ما وصلت الدفعه كامله من عند الشركه. المهم هادشي راه قلتو في الانستغرام، الا ما كنتيش مابوني ها هو سير تابونا. نجيو دابا للماتش اللي غيشهد بعض الغيابات على مستوى التشكيله. الغائبين على الماتش هما روجي اهولو اللي باقي ما جاهزش بدنيا، هيثم البهجه، البنزرتي استبعدوا من التشكيله لاسباب تقنيه، محمود بن تيك حتى هو استبعدوا بنزرتي لاسباب تقنيه، ومن الممكن ان البنزرتي ما مقتنعش به. الا تاكد هذا الخبر فراه ضروري خصنا نجيبو اريرغوس. نهيري بلا ما نقولوا عليه، نهيري راه شارع غاندي اللي جيت قداه بلايص الاجانب عمرو، دونك ظهير اجنبي غير حيدو من بالك. والاظهره المحليه قلال، من هذه القله كاين جمال الشماخ ظهير ايسر باقي صغير ولاعب مزيان مع الحسنيه، هذا غير اقتراح ديالي ماشي بالضروره الاسم، المهم غير يعمروا داك البوست بلعاب زوين. بالنسبه للتشكيله ديال الماتش نعطيكم توقع ديالي، كنتوقع البنزرتي يدخل بغايه حركاس المقدم البدا داوي نهيري الميليو صبار المكعازي وبنغيت لاطاك حدراف بوزق وبن جديده. علاش توقعت هاد الاسماء بالضبط؟ حيت هما اللي خدم معاهم البنزرتي في الماتشات الوديه، والاسماء الاخرين ما كانوش حاضرين بحال زنيتي الهدودي مذكور تريدا اللي كانوا مع المنتخب، واكسيل ماي اللي يلا جا مؤخرا. وكيبقى هذا غير توقع ديالي، يقدر يكون صحيح ويقدر يكون غلط. في الاول والاخير البنزرتي هو اللي غيحط التشكيله، واخر ماتش كنا لعبنا ضد اسفي كان ديك العام فاش خسرنا معاهم في كازا ب 3-2 في واحد الماتش اللي ضيعناه بسبب الرعونه ديال شي لعابه ابرزهم احد
الجداد اللي الحمد لله تهنينا منه والناهيري. في هذا الماتش ديال اسفيك الناهيري كان مجموع في شارع غاندي والزرقطوني قبلنا ديال بصح وكان هو السبب الرئيسي ديال الخساره. المهم الماتش ديال غدا ما غيكون سهل ومع البداية والضغط اللي على اللعابه وسيرتو اللعابه جداد غادي صعب لهم الماتش. المطلوب منا حنا دابا هو التشجيع من اليوم وغدا وحتى يبدا الماتش والكمال ان شاء الله في التيران 90 دقيقه ديال الدعم والتشجيع وان شاء الله الربح يكون من نصيبنا. نتمنى من البنزرتي يعرف يجري الماتش واللعابه يكونوا حاضرين ذهنيا وبدنيا وما يحطوش يديهم حتى يصفر الحكم كيف ما معروف على الراجا وما نضيعوا حتى فرصه وما نعطيوش الفرصه للخصم باش يزعموا ويماركي علينا وحنا ما غتسالوا منا غير التشجيع والدعم والغواش والضغط على الخصم وغنكونوا سند ليكم من البداية حتى الاخر غير كونوا رجال وحمروا لنا وجهنا وان شاء الله يكون خير وناخذوا 3 بوين وتكون انطلاقه مزيانه لهذا الموسم الجديد. والى هنا غنكون وصلنا للبلاكا كان هذا غير فيديو انترو لموسم جديد نطووا به صفحه الماضي الكحله ونحلوا به صفحه الحاضر اللي نتمنوا تكون بيضه مشرقه بالخير والنجاح والالقاب كيف ما صبرنا على الفرقه في اصعب الاوقات وتعصبنا وتفقصنا وبكينا وعانينا ربي غادي يجازينا ان شاء الله عاجلا ام اجلا وغادي ترجع الراجه ديالنا اللي كتخلع ربي ما كيسد الباب حتى كيحل 10 وما نساوش ليا الاخوان داك اللايك ضروري ما جاش نفتتحوا الموسم واللايكات هابطين ويلا كونوا على القرص بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم باش اللي باقي ما كيعرفش ديما راجه يولي عارفو وحتى هو ينضم العائله. دوز عندي الانستغرام وفيسبوك غادي تلقاو اللينك ديالهم تحت في الديسكريبسيون تما ديما كنكون اكتيف كنلوح الاخبار وكندوي معاكم وكنتناقشوا وهذا مكان ما نساوش لي دوك ثلاثه الحوايج الصاله الوالدين الراجا عمرك تفرط فيهم وديما كونوا على القرص.